السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا غديوه فيها الدجاج، وماشي انا اللي غادي نطيب اليوم، راجلي هو اللي غيكون في المطبخ. غايقول لنا كيفاش غادي يدير هاد الفراخ. الفراخ كيقادهم او الدجاج كيقادهم زوينين في الفران، دونك هو اللي غادي اليوم غادي يديرهم. يلا قولنا شنو غادي دير. السلام عليكم. اول حاجه هنجيب بصلتين، نقشرهم زي كده ونقطعهم شرايح صغيرة، وطماطم، ونجيب توم، نحضر توم، ونجيب البهارات، فلفل أسمر، جنزبيل، كمون، كركم، بابريكا، كزبرة. يعني هنايا الفلفل الاسمر اللي هو البزار، السكينجبير، الكمون، الخرقوم، والبابريكا، وهذه القزبر الناشف او القزبره الناشفه. و يعني دول اختيارين، بصل باودر والثوم باودر، يعني دول اختيارين. والملح اكيد الملح موجود. احنا المهم الدجاج على حسب الكميه، يعني حسب الافراد، عدد الافراد. المهم حنا هاد ثلاثه ديال الفخاد غادي نديرو فيهم هاد كيف قال لكم، هاد جوج ديال البصلات وثلاثه ديال الطماطم غادي نديروهم في هاد، يعني غادي نطحنو هادو نفرموهم. نفرمهم، وممكن لو عندنا شويه كزبره خضره موجوده بس في الفريزر لما اجي اعملها. يعني غادي نطحنوا هاد الطماطم، نضرب الطماطم والبصل والثوم، ومعهم شويه من الخضره، والتوابل والحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي كلها تضرب في الخلاط. يعني هاد المسائل كلها غادي نضربوهم في نطحنوهم في المولينيكس او الكبه اللي عنده بحال. ومن بعد ومعهم الخضره اللي هي الكزبره والبقدونس، يعني المعدنوس والقزبر. عندي انا في الفريزر داكشي ما كنبغيش نجبدوه كيف ما كنقول لكم، حتى تكون يعني بغيتو ديك الساعات نستخدمه. صافي هادشي، والزيت، زيت الزيتون او زيت المائده اللي بغيتو تيكون معاهم. بس لما نيجي نضرب في الخلاط مش عايزينهم يكونوا خفاف، يعني ما تزودوش ميه كتير، ربع معلقه ميه. هنشوف المرحله دي معنا. ربع كوبايه ميه كده، المهم من ان نكونوا كنخلطوا، غتشوفوهم يعني كيفاش كنديروا لهم. ماشي صافي، ومن بعد رجعوا نكملوا باقي اشنو غادي نديروا في هاد الفراخ. هانتوما البنات، هذا كي كتكون يعني السمك ديالو هكا كيكون، ما كيكونش يعني خفيف، يكون شويه ثقيل باش يشد في الدجاج. ما تعملي، بص هنمسك الفراخ كده، نفرغها كده من النص من الجلد كده. تمام. بعدين نيجي نجيب الخلطة، هشيها هنا كده، اهي دخلت ما بين الجلد اهي وما بين اللحم. نجي هنا نعمل كده، ده هنا مع من ما درناش الزيت على قبل الخلطه باش يتشربها داك الدجاج، يعني حتى نديروا هذه الخلطه نخليوها، كل ما خليتوها مرتاحه كل ما الدجاج شرب هذيك الخلطه مزيان، عاد من بعد ملي كتبغوا تحطوها في الفرن، هي قبل الفرن كتحط فوق البوتاجاز. حطها فوق البوتاجاز كده 10 دقائق ربع ساعه، يعني قبل ما تدخل الفرن كديروش عليها شويه ديال الزيت من الفوق، وتحطها فوق النار على النار
حطها فوق النار كده شوية، ربع ساعة تلت ساعة يعني، وتغطيها بحيث ان البخار اللي فيها ايه يسويها شوية. وبعدها بتلت ساعة ممكن ايه تخليها تاني الفرن. في الفرن. واللي عايز يدخلها من يعني اللي بغى يدخلها من ممكن من الاول لو عايز ادخلها من الاول خلاص ممكن. احنا ندخلها من اول في الفرن، يعني لخلتوها في هاد لاماغينات اكتر من ساعة، يعني ممكن تدخلوها في الفرن تبغوا تطيبوها بلا ما تديروا ديك المرحلة الاولى. اللي كان زربان ودار هكايا هاد المرحلة هادي يديرها فوق النار شوية عاد باش يدخلها الفرن. صافي احنا سالينا بحال هكايا، غادي يدير فيها شويه ديال الماء، يعني تقريبا ماشي كاس عامر، يعني نص كاس. نص كاس. ونحطوها على النار شي تلت ساعه هكاياك. من بعد ملي كنبغيو ندخلوها للفرن عاد كان نديروا عليها زيت زيتون او زيت مائده وندخلوها للفرن. المهم هادو اللي بقى من هاد لاصوص اللي بقات، قطعنا جزر وهذا هاد اللوبيا ولا الفاصوليا وقرعة الخضراء اللي هي كيقولوا هنايا كوسه، غادي نخلطهم وغادي نديروهم في يعني غنطيبهم بحال خضرة طايبه، غنديرو في هاد الحله. ندفع عليه غادي نجيب ملعقة صلصة، انت قلت غادي ندير الصلصة هنايا، غندير الصلصة وزيت الزيتون ولا زيت المائدة نتوما لكم الاختيار. وغادي نزيدو شوية ديال الماء، يعني هادي نيت نكبو فيها الماء. صافي هنا درنا معلقه كبيره ديال لاصوص طوماط في هاد المال هذا اللي هنايا، غادي نزيدو على هاد الخضره. صافي هادشي اللي كاين، درنا زيت الزيتون ودرنا زيت المائده، انا خلطتهم جوج هي زي ما احنا عملناها كده. بعد ما حطينا زيت الزيتون وقلبناها في بعض مع التتبيله بتاعت الفراخ كده تبقى صحية أحسن من أنت تقعد تقطعي بصلة وتشوحيها في بصل وتعملي مش عارف إيه، كده بيبقى أحسن، ده حتى ما بيعملش كمان حموضة. شوية مية كمان الصلصة اللي كانت مع المية الأولانية بس طلعت إيه يعني تقيلة شوية، فاحنا عايزينها إيه متبقاش لا تقيلة أوي ولا خفيفة أوي. يعني احنا درنا هذيك لاصوص كيف ما كتشوفوا، يعني هانتوما خاصها شويه باش ما تكونش ثقيله، يعني وغادي ما غاديش تطيب بزاف وغادي تنشف ينشف هذا الماء. هذا الشيء علاش غادي نزيدو حنا شويه د الماء مازال نغطيها شويه. يلا كب وحنا نيس بغينا باش تكون عندنا شويه د المرقه، يعني شويه د المرق مع هذه اللي تمشي مع الدجاج والرز. يعني حنا هادشي اللي دايرين في الغدا غتكون يعني فيها يعني فيها مرق اللي غادي يتمشى مع الدجاج و كده حلو والرز كده يعني. شوفوا الملح، غادي نزيدو شويه ديال الملحه لان زدنا الماء. المهم ما تكتروش الملح، المهم الملح على حسب الذوق. صافي هادشي اللي كاين البنات غادي نحطو على النار حتى هي غادي تطيب على خاطرها، وبغيناها تكون يعني مرق ماشي ناشفه. هادشي علاش حنا زدنا الماء، ولا شتوها شربت الماء تشربت هاد الماء وهي مازال ما طابتش، غادي نزيدو الماء ولكن في ديك الحاله غادي نزيدو الماء يكون غليان ماشي ماء بارد. هادشي اللي كاين دابا حنا غادي نحطو على النار ونرجعو لكم من يكونوا يعني
من يكون الطبق الأطباق موجودة إن شاء الله. هانتوما البنات فوق النار كيفاش كت يعني ديك شوية د الماء اللي درناه يعني وكتر الماء مازال حيت هي فيها البصلة وفيها طماطم كيديروا الماء. المهم اللي محبين الحر يحطوا الشطة او يحطوا فلفلة حارة هنايا. هذا ما كان المهم. دابا راه تقريبا 5 دقائق ونزلوها الفرن ان شاء الله تكمل الطياب ديالها في الفرن. هنا يا بنات درت الرز. المهم غسلت الرز الكميه اللي بغيتو. المهم غسلتو صفيتو ها هو درت النص ديالو هنايا يتحمر والنص الاخر غادي نحطو ليه. هنا كيقول لي يعني حبه وحبه يعني حبه تكون محمره وحبه لا. المهم الرز ملي كديريه كتغسليه كيخلي حتى ينشف بحال هكا. نتوما شوفوا هانتوما الرز شتي كيفاش داير مسقط مزيان الماء ونشف. عاد باش كديريه. المهم قلت لكم كمية الرز على حسب اللي بغيت على حسب عدد الاشخاص. غير الرز ديال هنايا ديال النسر الرز كديري على قد الرز على قد الماء كتضيفي ليه يمكن ربع شويه يعني بحال كاس ديال الرز كاس وربع ديال الماء ممكن يبقى كيتحمر نحمرو فيه علاش نزيدو ليه كمية اخرى. وهنايا هانتوما شفتو هاد الخضرة هاهي صافي بدات كطيب غادي نخليها تشوح واحد شويه او تشحر شويه وغادي نطفي عليها وندوزو الرز هذا كيتحمر. وهنا الدجاج ها هو شفتو يعني ما زدناش له الماء هذاك الماء فقط اللي درنا ما زدناش باقي الماء ليه باقي كيتحمر هنايا حاطينه في الفرن صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي نسالي الرز كيف ما ساليت الرز وطاب غيكون كلشي ان شاء الله موجود. ها هو البنات هنايا ها هو تحمر غادي نضيفو له الكمية الثانية. نقلبو شوية ونضيفو كمية الماء اللي قلت لكم قد الرز قدو ماء وشوية وربع يعني كاس يعني كاس الرز في كاس ماء وربع. سخنو ولا بارد اللي بغيتو ماشي مشكل. ونزيد ديك ساعة الملحة. أنا زدت هنا الماء كيف كتشوفو ردو البال لا يطير عليكم تكون تزيدو الماء. غادي نزيد الملحة شوية الملحة ونقص عليه هنايا دابا مازال ما ناقصاش ومن بعد غنقص عليه نخليه يطيب على خاطرو. هانتوما البنات الرز ها هو طاب واستوى بهاد الطريقة هادي تبقى حبة حبة كيف ما كيقولو نتوما هنايا. يعني هاديك إلا عرفتي الرز ديالك شحال ما كياخد ما كتلقايش معاه مشكل ما كيتعصدش ليك ما كي غالي حتى شي حاجه غير المهم تعرفي الرز تجربيه شحال الكميه كياخد ديال الماء وتعتمدي عليها. صافي هادشي ما كاين دابا ها هو الرز هانتومايا الرز ها هو يا طاب غادي نطفي عليه. وهاد البسيله حتى هي ماشي البسيله الفاصوليا والخضره اللي هنايا حتى هي يا صافي غادي نطفي عليها. صافي هذا مكان ندفع على كل شيء باش نوجد الطبله. البنات هكايا وجدت هاد الغديوه ديالنا. كاينه هذيك الخضره اللي درناها هنايا ها هي حطيتها في هاد عجبوني هادو شريتهم دياولهم من عند دوك الفخارين عجبوني وكيحافظوا على السخونيه. درت هنا السلطه وهما ضروري عندهم هنايا هذا المخلل في الشطه يعني هما كيبغيو ضروري المخللات. وطبق الرز هكا كيوجدوه هكا كيجي
كيتحط بحركه كيدوزوا بهاد، نتوما عارفين كتشوفوا في الافلام كيفاش كيدوزوا، يحطوا معلقه هنايا وياكلوا، هذا هو الطريقه ديالهم هنا في مصر. اليوم الاكله ديال اكله مصريه 100% 100% ما ناقص فيها حتى شي حاجه، وغنوريكم طبق ديال الدجاج كيفاش جا. وهذا هو الطبق ديال اليوم ديال الفراخ اللي صوب راجلي، كيجي هائل وكيجي المذاق ديالو رائع، ونتمنى انه يعجبكم وتجربوه. هذا مكان البنات، هذا هو اليوم درنا الغداء، غداء مصري 100% ما زايد عليه حتى شي حاجه مغربيه، كلشي مصري. هذا مكان، شكرا للدعم ديالكم، تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.